زي ما شفت اخواني انا جيت اشتري هدايا ارسلهم محل عباية مرحلو ندور تاني. خليكم معنا زي ما انتم شايفين اخواني جاي اشتري من المحلات هدايا. شفتي العبايات في المحل ده؟ ما شفتش كويسين، بس انا عايزه حاجه اكس لارج الموديل اللي انا عايزه. خليني ادخل المحل ده اشوف السبح. خليكم معايا. جيت النهارده اشتري زي ما قلت لكم الهدايا دي، روعه وحلوه ما شاء الله تبارك الله. محل فيه تسابيح وفيه كل حاجه كويسه. نش اختار الهديه كده عشان ارسل الهديه تكون كويسه وقيمتها حلوه. زي ما انتم شايفين محل مره في حاجه روعه. انا ابغى ارسل حاجات تكون كويسه زي ما قلت لكم. انا بوريكم المحل ايه، شوفوا حاجات عندنا في السعوديه اخواننا، في المغرب، في مصر. اللي عايز يشتري هدايا المحل ده يجي له ما شاء الله روعه. تسابيح على اشكال متنوعه زي ما قلت لكم اخواني. شفتوا كمان خواتم و شوف لي حاجة حلوة أرسلها للبلد، بلد المغرب الحبيبة. اللي عايز يشتري هدايا، أنا عايزة زي ما قلت لكم أشتري حاجة للوالد وحاجة للإخوان. زي ما شفت إخواني هذه صفحة، بس هذا أظن ديكور مو صفحة. هذا ديكور ولا صفحة؟ ديكور. بس حاجة بصراحة روعة ما شاء الله جميلة. أنا عايزة أشتري حاجة حلوة، الحلو للحلوين، الوالد الله يخليه لي وإخواني. عايزة أشتري لهم حاجة حلوة زي ما أنتوا شايفين. إخواني مشاهدين، لقيت الأستاذ سمير عباس، هو صاحب زوجي زي ما أهو لقيته بالصدفة، فقلت له يعطينا يعني فكرة على التسابح وعلى الحاجات هذا. تفضل معكم، تفضل أستاذ سمير. السلام عليكم. طبعاً أشكر الأستاذة، هنا ما شاء الله عندها مسابح يمكن ما هي موجودة بالعالم كله. هذا طبعاً البلاط حق الحرم، حق عند الكعبة الباردة الجبل هذا، وطبعا وسعوه بعد التوسعة فبقي من البلاط هذا واخذوه وسووه يعني مسابح، يعني سبحان الله حتى البرد بارد شوية. فأنا أتمنى إنه يجي ياخذ واحد بركة من بيت الله الحرام، من الرخام اللي الملك فهد اشترى جبل وصنعوه في الطواف للحجاج. وهذا طبعا هنا موجود التصريح انه يسمح لهم انه اعطوه اشتروا الرخام هذا وسووا منه مسابح. طبعا المسابح اشكال باسعار، كل سعر له سعر واشكال. طعم بالفضه، يعني في شيء مطعم بالفضه. شوف ما شاء الله تبارك الله، الريال السعودي ما شاء الله بالفضه، وشيء والله جميل جميل مره جميل. ويا ريت والله يجوا اي واحد يعني. طبعا هذه كسوه الكعبه ما شاء الله تبارك الله، كسوة الكعبة من مطاعمنا، مطاعمنا بالفضة، وكسوة الكعبة البيت، يعني شيء منظر حلو، يعني شيء شرف، يعني هذا أخذها أخليها للزمن ذكرى لأولاده أولاده، لأن هذا يعني شيء طيب. شوف على هذا بيت حق الحجر الأسود. تفضل أستاذ سمير أنت معنا. طبعا هنا المسابح الطعمة الفضة ببيت الكعبة، الطعمة نفس بالفضة كهيئة يعني الحجر الأسود، يعني شيء حلو والله، شيء جميل مرة جميل وروعة والله. أتمنى إن شاء الله، عشان كذا أنا جيت أخذ صراحة هدايا حاجة تشرف ما شاء الله. أنا عجبني المحل، أنا لفيت بس المحل ده عجبني ولفت نظري.
وهذا اللي عنده تلميذ جديد تمره ايه تمره بسم الله ما شاء الله تمره برضو فيها والله شيء طيب يعني هذه كم سعرها ممكن استاذ 1000 ريال ويا بلد هذه للتنمير اليدين 1000 ريال ايه ما شاء الله وهذا طبعا هذه 1500 وفي 2000 وطبعا ام احمد ترى ام احمد غنيه عن التعليم الذي بس يجي معنا شرفتنا ام احمد الله يسعدك استاذ سمير يعطيك العافيه شكرا على المعلومه الحلوه ديات يعطيك العافيه الله يسعدك الله يخليك ام احمد كلمه المحل احنا جايين نشتري من عندك وان شاء الله تعطينا حاجه كويسه حاجه هدايا يعني عشان محلكم وبيتكم يعتبر الله يحييك الله يسعدك تسلمي لي يا قلبي بعدين كله هذا كله اشياء طبيعيه وكله احنا لا صراحه حاجه اذهلتني صناعه يدوي ما شاء الله صاحب المحل عمره كله هو رئيس طائفه السبح في جده ما شاء الله تبارك الله يا رب لك الحمد والشكر شغله متميز به الأشياء اللي اسمه اسم الزوج حقك الله يسعدك جمال محمد مسلم الجهني ما شاء الله الجهني ان شاء الله ربنا يخليك ان شاء الله تعملي لنا ديسكاونت وناخذ منك حاجات ان شاء الله حلوه خليكم معايا يعطيكم العافيه زي ما قلت لكم اخواني الاخت حتعطينا فكره في الشجره ديت زي ما قريت لكم الشجره هي الشجره شجرة اليوسف اليوسف هذه شجرة اليوسف يطلع كده هو من البحر ما شاء الله من البحر ده هذا تصنعوا منه التسبح السبح السوداء بسم الله ما شاء الله هذه السبح السوداء تبارك الرحمن يعني شيء فكرة مرة روعة على التسبح نطعمها بهذه نطعمها كده بالفضة بسم الله هذه الفضة هذه بالفضة بسم الله ما شاء الله يعني هذه شجرة اليوسف تطعمونها بالفضة معروفة يعني شجرة اليوسف ما شاء الله الجسم هذا الجسم من هنا لهنا اسمه الجذع هذا الجذع اسمه كابتشينو كابتشينو اليوسف كابتشينو صح كابتشينو يعني ما شاء الله تبارك الله هذا يعني بالنادر يعني احد يعرفه ولا احد يعني الناس يعني الناس كلها يعني بتاخذ بس صح الاسود الشجره اللي من يعني هذه كابتشينو هذا بالنادر هذا احنا يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله هذا اليوسف طبعا وصلوا للمشاهدين منين يتصنع يعني ناس كثير ما تعرف يعني من وين يجي تسابح تشتري تسابح وخلاص في يفكروها البلاستيك والفستق لا هي انواع صراحه الخشب هذا كله عقيق عقيق يعني العقيق طبعا انواع فهمتي كيف؟ في العقيق الرخيص في العقيق الغالي ما شاء الله تبارك الله يعني العقيق انواع بس كل اللي عندنا الحمد لله يا رب ما شاء الله وهذه الاحجار هذه كلها حجاره طبيعيه كلها الحمد لله حجاره طبيعيه حاجات روعه ما شاء الله تبارك الله طبيعيه وعندنا وبعدين احنا نسقل الحجار كمان احنا نسوي نسقل ايوه لا مو نصنع نسقل يعني جيني حجره وانتم ما شاء الله يعني ابداع من الخالق سبحانه وتعالى اذا حيطلع معاكي او لا بسم الله تبارك الله شايفه كيف؟ هذه باينه معاكي هذه ما شاء الله المناره حقت هذه الحجره ايوه هذه الحجره سبحان هذه المناره حقت المسجد النبوي شبيها ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله نفس المناره نفس يحلي صح ولا لا؟ مأذنتين مأذنتين صراحة هذه روعة ما شاء الله تبارك الله عاملها كده عشان تجيب كويس اهو مشاهدين زي ما انتم شفتم اشياء طبيعية كلها يا رب لك الحمد والشكر تبارك الرحمن زي ما شفتم ام احمد مش كده عشان ما بقاش غلطان ام احمد معاكم اخواني هتقول لكم كلمه كده حياكم الله عندها الله يحييكم وبتيجوا عندنا مرحبا بكم من ناحيه الاسعار ما تشيلوهم يعطيك العافيه هتعملي لنا الحين ما يحتاج ديسكاونت جينا نشتري حاجه هديه حلوه لازم تعملي لنا ديسكاونت مرحبا بكم حياكم الله مشاهدي زي ما شفت اخواني دحين حنقول لكم السلام عليكم ان شاء الله حنشتري حاجه نرسلها للبلد حاجه اصليه مش بلاستيك ولا حاجه حاجه اصليه زي ما قالت لكم ام احمد شجره اليوسف دي يعني انا بشتري التسابح وبشتري كل حاجه بس مش عارفه يعني جايه منين ومصنعه منين بس انا جيت زي ما قلت لكم اشتري وحبيت
اشترك معكم التسويق ده. يعطيكم العافية والسلام عليكم.